وش طبختنا اليوم؟ فتتنا اليوم ايه راح تكون خمير مع مرق اللحم. الله اكبر عليك. او اللحم والمرق. الله اكبر عليك، انا احب مرق اللحم. اوه، خمير بر مفتوت ونحط عليه لحم ومرق وخضار مشوح. ايش عاد احلى. الله اكبر عليك. واو، يلا يلا يلا، انا متحمس والله. الناس ناخذ اغراضنا ونروح. انا صراحه ما قد ذقته، فمتحمس المرق اللحم وبشوف وش الفته هذه. فته الخمير يا حبيب اخوه عباره عن خبز خمير. أي. تمام، نفته ونصب عليه المرق واللحم. مساله الخضار المشوحه هذه اجتهاد مني انا. اي، ابغى يكون الوجبه لذيذه. في ناس يصلحونه بخبز حالي اللي بدون خميره، طبعا الخبز الحالي لانه يعجن في الحال. اي، ويخبز في الحال، مو حالي عليه سكر. اي، مو عليه سكر، انا حسب عليه سكر. لا لا، يعني حالي ما عليه خميره. تمام، برضه حتى هو يعني طعمه لذيذ، بس بالنسبه لي انا لا، الخمير ألذ وأطعم. وعندنا هناك طال عمرك الشيبان الكبار في السن. أي. اللي ما عاد معهم سنون يفتون هم الخبز ويصبون عليه المرق، يفتون شويه لحم معه ياكلونها وعلى قلوبهم مثل السمن والعسل. واي، لازم لازم وينحط فيها سمن وعسل فعلا ولا بس كذا انت؟ تعبير مجازي. انا اقول لك يعني قلوبهم مثل السمن والعسل. وينحط عليها سمن وعسل ليش؟ يعني بدال المرق. أي. عادي فته حط عليه سمن وعسل، ألذ وألذ. يلا يلا، انا والله تحمست. والله حتى انا تحمست والله. يعني نوصل اني اتكلم يتطرع على تطلع وتنزل. وش هذا لانه جوعان؟ هذه ايش يسمونها هذه؟ ايه، يسمونها انتم خنقتك العبره يعني؟ لا مو العبره، العبره احنا. لا العبره هذه. طيب ايش اسمها هذه؟ ما بلعوم. بلعوم. اي، البلعوم عم بيطلع بينزل. يلا يلا، انا والله تحمست. نوصل ناخذ اغراضنا ونتوكل على الله. لا لا، مالك الا طبخ طال عمرك يرفع كلة الراس. ان شاء الله ان شاء الله. يلا، ومن سار على الدرب وش وصل؟ باذن الله. باذن الكريم.